انطلق موسم صيف السعودية تنفس في 25 يونيو الحالي وسيستمر حتى 30 سبتمبر المقبل وسط زخم كبير في 10 وجهات مختلفة، وهو فرصة جميلة للجميع من أجل استكشاف الكنوز السعودية الطبيعية الساحرة وقضاء أوقات ممتعة في أماكن تحتوي على خيارات متنوعة ترضي جميع الأذواق. بينما كنا نحلم بالعودة بحذر، ظلت سماؤنا صافية وأرضنا غنية آمنة وقمم جبالنا فوق الغيم عالية وتراثنا شامخ بعروبة شادية. أتى الصيف وحان الوقت لتتنفس. تنفس وأبحر عبر هدير الموج الساحلي وارسم بأبهى لوحا من الزهر البنفسجي وسابق أبنائك في تلال تبوك العذبة. تنفس واستلقي في أودية الطائف الخصبة. تنفس روح السعودية هذا الصيف وكل صيف. للحديث عن تنفس من بدايته حتى الآن معي على الهاتف الأستاذ عبد الله الدخيل وهو المتحدث الرسمي لصيف السعودية. أستاذ عبد الله حياك الله معنا في أهلا. الله يحييك، مساء عليك يا أستاذ مفرح وعلى شان المشاهدين كلهم. أهلا بك. 5 أيام منذ انطلاق الموسم إلى الآن، كيف وجدتم تفاعل الناس على أرض الواقع؟ والله الحمد لله الأصداء جميلة ومبشرة، في تفاعل كبير من الناس سواء بالإقبال على الوجهات السياحية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. حماسهم من الفكرة في الموسم، تشوفها في هاشتاقات روح السعودية أو هاشتاق تنفس، وما شاء الله متابعين، في إقبال كبير على بها والطائف وغيرها، متفائلين إن شاء الله بنجاح هذا الموسم. جميل. أكثر المدن اللي فيها إقبال وشي؟ إحنا الحين نقول أبها والطائف، لكن غيرها برضو في أغلب الوجهات والله الحمد. جميل. طيب في المؤتمر الصحفي لوزير السياحة وفي التصريحات المختلفة حول تنفس، الحديث دائما عن المستثمرين ورجال الأعمال والفرص الاستثنائية الاستثمارية اللي ممكن يخلقها هذا الموسم، وش تحدثنا عنها إلى الآن؟ في هذا الموسم وفي كل موسم القطاع الخاص عنصر أساسي في قطاع السياحة وهو من يقود الموسم هذا. احنا فتحنا الباب لمشاركتهم في هذا الموسم وجانا أكثر من 75 جهة سواء شركات سفر وسياحة وفنادق وشركات تنظيم. المؤسسات والشركات هذه قدمت 100 باقة سياحية، هذه الباقات اللي ممكن تلقونها على تطبيق جميل السعودية أو فيزيت ساودي، والعدد جالس يزيد. 100 باقة للعشر وجهات. إيه نعم. وطبعا حنا دورنا في الهيئة السعودية للسياحة هو دعم وتمكين القطاع الخاص السياحي من خلال دورنا الأساسي اللي هو التسويق والترويج المواقع السياحية في المملكة في الداخل في ظل الأوضاع الحالية ومستقبل إن شاء الله من الخارج. وإحنا دائما نتواصل وعندنا تنسيق دائم مع المستثمرين في القطاع السياحي عشان ودنا نطور تجربة السائح. جميل. الباقات اللي تحدثت عنها أستاذ ماجد وين يلقونها اللي حابين يستفيدوا منها؟ موقع أو تطبيق روح السعودية اللي هو تطبيق وموقع ب8 لغات. جميل. يتيح لكم الحصول على كل معلومات الموسم والوجهات والأنشطة الموجودة على أساس تختارون الرحلة المناسبة لكم لعائلتكم أو أصدقائكم أو الأفراد. طيب أعلنتم عن جائزة التميز الإعلامي، ليتك يعني تعطينا تفاصيل هذه الجائزة. أعلننا عن هذه الجائزة اللي هي جائزة التميز الإعلامي للهيئة السعودية للسياحة، هدفها تحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة. ودنا نبرز جمال الوجهات والمواقع السياحية في المملكة. الجائزة هذه مجموع جوائزها يوصل 250,000 ريال في 5 مجالات، اللي هي التقارير الصحفية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، والصور والتوثيق المرئي. أعرف بلدنا يعني عندنا إعلاميين على أعلى مستوى، المواهب الشابة سواء كتابيا صحفيا او حتى في التصوير الفوتوغرافي والتعديل الفيديو، فاحنا ودنا ندعمهم ونعطيهم دافع يقدمون تغطيه اعلاميه مميزه لموسم صيف السعوديه، نرفع التنافس بينهم في مختلف المنصات ونشوف افكار جديده وابداع عن السياحه السعوديه اللي نرى جمال مملكتنا.
جميل جدا أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا ولكل هذه الإيضاحات، وأنا أدعو الجميع حقيقة أنه يتابع التطبيق اللي ذكره الأستاذ عبد الله من أجل الاستفادة من الباقات الموجودة الآن. إحنا نتحدث حتى هذه اللحظة عن 100 باقة موجودة في السفر والسياحة، يمكن لأي شخص قرر أنه يذهب إلى واحدة من الوجهات العشر أنه يستفيد من هذه الباقات وينقل لنا تجربته حول مدى يعني فعالية هذه الباقات ومدى أريحيتها للسائح اللي سيذهب إلى أي منطقة. إلى